الوطنية هارون كبادي يفتتح أعمال اليوم الإخبارية حول مشروع قانون الدستور الجديد للجمهورية الرابعة. وزارة الصحة العامة تنظم اجتماعا تنويريا حول اعتماد الخطة الوطنية لدحر ومحاربة شيء الأطفال بإقليم البحيرة. واندلاع حريق بسوق أبناء بالدائرة السابعة للعاصمة اليمنية، الحريق تسبب في خسائر مادية فادحة دون وقوع ضحايا بشرية تذكر. المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية التالية نقدم لحضراتكم عرضا للمساء لهذا اليوم. افتتح رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي أعمال اليوم الإخباري حول مشروع قانون الدستور الجديد للجمهورية الرابعة. اليوم الإخباري ينظم لصالح نواب الجمعية الوطنية محمود حسن سامبو. بهدف تنوير نواب الجمعية الوطنية بمختلف المواد التي يحتويها مشروع القانون الدستوري الجديد للتشاد، فإن النواب المشاركين في فعاليات هذه الجلسة التوعوية التي تستمر فعاليتها لمدى يومين حول تبادل المعلومات التي يحتويها مشروع هذا القانون الآنف الذكر، سيتعرضون خلالها لمحاضرات عدة تقدم إليهم من قبل مختصين في هذا المجال القانوني، بحيث تقدم هذه المواضيع المتنوعة عقب حفل الافتتاح الذي أطلقه رسمياً رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي، داعيا النواب إلى مناقشة كافة المواد التي يحتويها هذا المشروع، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون الدستوري الذي عرض أمام النواب سيرسم الأسس المتينة لبناء دولة ديمقراطية حديثة يطمح إليها كل مواطن تشادي، كما تسهم أيضا في توطيد الحكم الرشيد في تشاد. فبعد حفل الافتتاح مباشرة فقد شرع المحاضرون في تقديم المحاضرات المتنوعة للنواب، منها محاضرة حول ديباجة مشروع الدستور وكذا الدروس المستفادة من ديباجة الدستور عام 1996 وماهية الابتكارات الجديدة لهذا الدستور، كذلك محاضرات أخرى حول حالة القانون سيما حول سيادة الجمهورية منها الحريات وحقوق وواجبات المواطنين. قد أصدر طائفة من القرارات المصيرية الهامة التي تؤطر إلى وضع واعتماد منظومة تأسيسية دستورية تناسب المجتمع التشادي المتوثب إلى غد أفضل. باختصار، أن مشمل المحاضرات التي ستقدم للمشاركين تتمحور في جلها حول مخرجات المنتدى الوطني الشامل للإصلاحات المؤسسية الذي هو أساس الجمهورية الرابعة. قدم 4 من السفراء الجدد بالبلاد نسخا من أوراق اعتمادهم لأمينة الدولة في الخارجية كادي إليزابيث. السفراء هم سفير دولة توغو، البرتغال، تايلاند والنمسا. عائشة أحمد دوقي. انفتاح البلاد مع العالم الخارجي أكسبها سمعة فريدة مع باقي الدول، فاتسع نطاق المجال الدبلوماسي بفتح مقرات السفارات المختلفة. فوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي أدرجت ضمن ملفاتها أوراق اعتماد لأربعة من السفراء يمثلون سفراء فوق العادة ومطلق الصلاحية لدولهم، والتي استلمتها أمينة الدولة في الشؤون الخارجية كاد إليزابيث، حيث كان في مقدمتهم سعادة سفير جمهورية توغو ليني ديمباي، وبعده تقدم سعادة سفير جمهورية البرتغال الدكتور أنطونيو بيترو، ثم جاء بعده سعادة سفير جمهورية تايلاند واتانا وانشو، وفي الأخير تقدم سعادة سفير جمهورية النمسا فيرنيس فيتير. وعقب اللقاء مع أمينة الدولة فقد أبان السفراء كل على حدة عما يحمله من أحداث سامية لتوطيد العلاقات الدبلوماسية مع البلاد في مختلف المجالات والعمل على تطويرها واستمراريتها، والذي يذكر بأن كل هؤلاء السفراء كانوا يقيمون بالعاصمة النيجيرية أبوجا. نظمت وزارة الصحة العامة اجتماعا تنويريا حول اعتماد الخطة الوطنية لدحر ومحاربة الشلل لمرض الأطفال ببحيرة تشاد. الاجتماع حضره وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح إلى جانب الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني بشار عيسى جد الله، ووزيرة المرأة والتضامن الوطني أمينة كوجانا، وممثل منظمة الصحة العالمية بالبلاد. تفاصيل أوفى مع أحمد ياسين عبد الرحمن.
نقطتان مدرجة في جدول هذا الاجتماع التنويري للجنة منسقية الخطة الوطنية للقضاء على شلل الأطفال نهائيا بالبلاد، وتحديدا بحوض بحيرة تشاد، وهما متابعة وتقييم توصيات الملتقى الوطني الشامل حول التطعيم والتجهيزات لإطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حيث ركز المجتمعون خلال مداخلاتهم حول الوضع الأمني بالإقليم وكيفية بدء عملية التطعيم في المناطق الحدودية. وفي معرض رده قال الوزير المكلف بالدفاع بشرع سجاد الله إن وزارته أخذت كل الاحتياطات وأعطت التعليمات بتأمين كافة المناطق المستهدفة بالتطعيم. أما وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح ثمن هذه الخطوة مؤكدا بأن الفرق الطبية المتنقلة جاهزة لمباشرة عملية التطعيم ضد شلل الأطفال، وأن توصيات الملتقى الوطني الشامل وتوجيهات السلطات العليا ستؤخذ بعين الاعتبار في العمل الميداني، وذلك بالتنسيق مع الشركاء. وبعد عرض محاور الخطة الوطنية لمحاربة الشلل، فقد أشار ممثل منظمة الصحة العالمية بالبلاد دكتور جان بوسكو بأن المنظمة تعهدت بمرافقة الحكومة التشادية في كافة المجالات الصحية من أجل توفير الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة وأن الحكومة التشادية عليها عبء ثقيل في حوض بحيرة تشاد نسبة لتدفق آلاف اللاجئين من دول الجوار ونزوح المئات بسبب الإرهاب. وننوه إلى أن هذه الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال ستطلق في اليوم الثاني وحتى الرابع من مايو المقبل بإقليم البحيرة. أكد أمير بعثة الحج والعمرة لعام 2018 دكوني الدكر بأن الاستعدادات قد اكتملت مع الجانب السعودي وأن أول رحلة ستكون في الرابع من أغسطس المقبل. السنة الحمد لله بدأنا بدري وفيها زمن هناك من وزارة الحج بقول من يوم 16 شهر 5 على كل السيستم هناك يقابل الحجاج الباسبور وشنو يقف، عشان دان هنا كان سوينا برخية من هذا قبل قلنا كل الحج كان واحد يدور يمشي الحج السنة لازم كل الإجراءات يسوي قبل هذا الوقت. فيها ناس كان ماشي الحج سنة الفاتة السعوديين بيقولوا كان واحد فيها حج سوى الحج عنده 5 سنين قبلي السنة كان يدور يمشي الحج لازم يدفع 2000 ريال سعودي ممثل قريب 60,000 في السنة. الحج الحجاجنا إن شاء الله نبضوا من يوم 4 شهر 8 لما بدأنا ما بنقشوا عشان عندنا قريب حسا كان سجلنا الكوتا بتاعنا 9,000 حجاج سجلنا عشان ظروف الدنيا ممكن نلقوا 5,000 ممكن 6,000 عشان كده هنا كله ندور نأكدوا لأن عدد السكان كان عدد الحجاج كان هنا نلقوهم هنا نفس العدد هنا نسجلهم عشان يسكنوا فيه هناك نأكلهم في هناك في المينا نحط لهم خيمات ده كله في العدد اللي كان نسجله هنا وكان معهم الكونترات حتى في المكة وفي المينا كل الأجريات خلاص كفينا قبلي قبال كان ناس يرجو فلوس عن الحجاج بعد ذهابهم في سوء إجراءات. وهناك بيان آخر من قبل اللجنة حيث تعلن اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة للراغبين لأداء فريضة الحج هذا العام 2018 عليهم الإسراع بتقديم ملفاتهم بأن آخر موعد لتقديم اللوازات على مستوى الوكالات هو 16 مايو 2018. إذا تجاوزت هذه المدة المحددة فإن اللجنة لا تستطيع تحمل استخراج التأشيرات لأن التاريخ مرتبط بنظام إصدار التأشيرات بالمملكة العربية السعودية. التوقيع إدريس دكوني أدكير رئيس لجنة الحج والعمرة. قام فريق من وزارة المناجم والتنمية الصناعية وتطوير القطاع الخاص برئاسة المدير العام للمناجم السيد خالد جدة سعيد بزيارة ميدانية إلى موقع استخراج الذهب بالطرق التقليدية في منطقة بالا وذلك من أجل توعية عمال المناجم حول خطورة استخدام مادة الزئبق في التنقيب عن الذهب. تفاصيل الخبر مع عبد الله عيسى محمد. طريقة بدائية وأخرى تقليدية وثالثة حديثة
كلها طرق تؤدي إلى استخراج الأصفر الساحر، زينة النساء وتفاخر الرجال. نزل فريق من وزارة المناجم والتنمية الصناعية التجارية وتطوير القطاع الخاص برئاسة المدير العام للمناجم السيد خالد جد سعيد إلى مواقع استخراج الذهب الواقعة في غرب وشمال مدينة بالا حاضرة إقليم مايوكيبي غرب، حيث تقصى الفريق أحوال عمال المناجم التقليدية في كل من غامبوكي جنوب وغامبوكي شمال المعروف بحجر مرفعين، اللتين تقعان غرب مدينة بالا على بعد حوالي 20 كيلومترا، إذ يعمل فيهما أكثر من 4000 شخص يختني أحدهم يوميا ما لا يقل عن 400 ريال، وذلك بعد عناء ومشقة بل عرضة حياتهم لخطر تهدم حفر المناجم. وبالرغم من ذلك الهمة عالية للحصول على عيش كريم. بيشتغل بزيبق، الزيبق ما بعرفوا قدر الشغل، هو حاجة خطيرة في الجسم. ليه هم بيشتغلوا ذاته؟ وللأولاد وللأوين قاعدين بيسووا زي الليب زي الطينة. الزيبق ده هي شغل خطير للأنظرما، ما لهم هم للشدر للطير للبحايم للهود كل شيء. هناك ثلاث مراحل لعملية التنقيب عن الذهب بالطريقة التقليدية، وهي مرحلة الحفر والغسيل والطحن، وهذا بالنسبة للذهب المتواجد في الصخور، وأما المتواجد في قاع الماء ينقب بواسطة تصفية المياه، وهو أجود أنواع الذهب من عيار 24 قيراط. كما تفقد فريق وزارة المناجم والتنمية الصناعية التجارية وتطوير القطاع الخاص مناجم جندي ورونغ ولينكادو الواقعة في شمال مدينة بالا على بعد حوالي 30 كيلومترا. وكما تحدث مدير شرطة المناجم السيد سينغيابو يهوسوبيه مشيرا إلى دور شرطة المناجم في مكافحة التهريب ووضع حد لعمليات استغلال عمال المناجم. هذا هو حال الذهب، فهل يذهب ريعه أو يبقى؟ افتتح الأمين العام النائب الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني ورشة تدريبية لصالح عمال الوزارة. المشاركون سيستفيدون من الدورة العديد من المعلومات المتعلقة بالكائنات الحية الدقيقة والخلايا التي تكمن في اللحوم والألبان. فاطمة داود اللحامر. خطت بلادنا تشاد عدة خطوات إيجابية نحو تحسين المنتجات الحيوانية سيما اللحوم والألبان، وذلك بتنظيم العديد من الورش لصالح المعنيين في تنمية هذا القطاع. وعليه فقد نظم مركز مراقبة جودة المواد الغذائية سوكوكدا ورشة تدريبية لمجموعة من فنيي الأحياء الدقيقة بالمركز. في كلمته الترحيبية المدير العام النائب لمركز مراقبة جودة المواد الغذائية محمد عبد الله موسى أشار إلى مدى أهمية هذه الورشة في معرفة معدل التلوث لكل نوع من المنتجات الغذائية خاصة اللحوم والألبان. الأمين العام النائب لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني حسين حسن أحمد أكد بأن هذه الورشة تسمح للمشاركين فيها بالتعرف أكثر على الكائنات الحية والخلايا الميكروبية التي تتواجد في اللحوم وكيفية التحكم في نموها. نحن نساعدهم في بإقامة مثل هذه الدورات الفنية للكوادر حتى يتمكنوا من معرفة الجراثيم وكيفية معالجتها وإحصائها من أجل الخروج يعني بحصيلة نوعية تعطي المواطن مواد صالحة وسليمة لاستهلاكها. وننوه بأن هذه الورشة تستمر فعالياتها حتى 27 من الشهر الجاري. تباحث وفد نقابة معلمي تركيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى البلاد مع نظرائهم من نقابة معلمي تشاد على مستوى تقدم العلاقات الثنائية بين النقابتين التشادية والتركية وكذا كيفية تعزيز هذا التعاون. محمد السليك في هذا التقرير الذي يقرأه ياسر محمد أحمد. تأتي هذه الزيارة التي قام بها وفد من نقابة معلمي تركيا إلى تشاد من أجل الوقوف على مستوى التعاون القائم بين نقابة معلمي تشاد ونقابة معلمي تركيا. خلال هذا اللقاء قد عبر الوفد التركي عن ارتياحه من التقدم الملحوظ في التعاون بينهما، كما أكد رئيس وفد نقابة معلمي تركيا حسن يلسن
على العمل أكثر من أجل تعزيز هذا التعاون ودعم نقابة معلمي تشاد في فنيات الإدارة وعلوم التربية من أجل تحقيق رؤية رفع مستوى المدرسة التشادية. أما من جانبه الأمين العام النائب لنقابة معلمي تشاد فقد رحب بالوفد وقدم أرضا موجزا لبداية الشراكة بينهم. بعد تبادل الزيارات وبعد ما اتفقنا أخذنا اتفاقية بيننا وبينهم في خرطوم عام 2016 فزرناهم مرتين وذهبنا للتدريب بعد القيادة في القيادة والقيادة والإدارة النقابية، وحاليا هم أرادوا أن يقفوا على أعمال نقابة معلمي تشاد. هذا وقد شهد ختام اللقاء تبادل عدد من الهدايا الرمزية تجسيدا لمكانة التعاون والشراكة بين نقابة معلمي تشاد ونقابة معلمي تركيا. شب حريق هائل بسوق حبنا بالدائرة السابعة للعاصمة أنجمنا. الحريق تسبب في خسائر مادية فادحة دون وقوع ضحايا بشرية تذكر. آدم محمد شرف الدين يسلط الضوء على هذا الحريق. في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا شب حريق حائل في سوق حبنا الواقعة بالدائرة السابعة، وذلك بسبب التماس في التيار الكهربائي. أكيد كده نعرف كده أكثر من 300,000 زيادة زيادة، بس على شيء من الأغلب هاي كل ما أعرف. أخوك الخسر أنت أيضا خسر، يعني نحن كتجار الأبينا يعني كبنيان مرصوص، يعني وايد الخسر، يعني خسارة لا يؤول. هذا وقد أدى اندلاع الحريق إلى خسائر مادية كبيرة في المعدات والبضائع، خصوصا لباعة الأقمشة وغيرهم من أصحاب السلع المتنوعة. اليوم شفا أي وايد باس من 10 مليون 20 مليون وايد كرتونة ولا بداءة ولا لباس ولا كل شيء فات. الأخوان التجار خسروا أمتلاقات، الإداريين والحكومة خلي يساعدون. وللتذكير فيجب على المعنيين بأمن الكهرباء مراقبة جميع الأسلاك الكهربائية في هذا السوق للضبط والتحكم لتفادي خسائر في ممتلكات المواطنين وسلامتهم من نشوب حرائق في أسواق المدينة. أنهى عمدة الدائرة الخامسة حملته التوعوية داخل المؤسسات التعليمية التابعة لدائرته أحمد خامد جمعة. إن مراقبة ومتابعة الأطفال في دروسهم وإشكالية خلق بيئة صالحة للتلاميذ وأثاث المدرسة كانت تلك غرض جولة عمدة الدائرة الخامسة محمد صالح موسى ومعاونيه إلى المؤسسات التعليمية التابعة للدائرة الخامسة، حيث التقى مع أولياء الأمور في جلسة نظمت بفناء ابتدائية أمر جيبة للبنات. في البدء قدمت إدارة المدرسة كلمة رحبت خلالها بالضيوف، من ثم تناول عمدة الدائرة الخامسة محمد صالح موسى كلمة أشاد خلالها بدور أولياء الأمور بشؤون أطفالهم. أي ما أبو عنده سخير ولا عمدة كان بعدين سخير قبل بيت تفك الكاية قبل تشفى ده كلها بتن، وتطلبنا من أي ما أبو ولا أي أم في سوء مرة وايد خلي تجي في أكل كان وليدها قبل جري ده تصل للمتر ده، بس اسكي السخير قبل يجي أكل اسكي السخير قبل فهم. وفي سؤال عن ماهية القرارات التي تتخذها البلدية مع إدارة المؤسسات التعليمية تجاه المؤرقلين للتلاميذ في ضواحي المدرسة. جينا كان جينا لقينا ولد وايد بلخم بنيه بتيني هنا نكربو الصخير ده ونكربو أنصين حق الجيف فوق ده، وإلا أبو بجي كان سينا مرة مرتين ما خلا نسلمو الصخير ده في ديننا جسيز وجسيز تسير فوق خرار. للتذكير فقد وعد العمدة بأن البلدية ستعطي جوائز تكريمية لأولياء أمور التلاميذ الذين يهتمون بمراقبة أبنائهم، كما تقوم بتولي مسألة تسجيلهم منذ بداية كل عام دراسي مجانا تقديرا لجهود الأولياء. قدم الأمين العام النائب للفيدرالية الوطنية للمعاقين عبد البنات نايو حديثا صحفيا تحدث فيه عن مشاركتهم في أعمال الملتقى الوطني الشامل. يعني كونفدرالية وطنية عن المنظمات عن المعوقين في تشاد، هدفها يعني تدافع حقوق عن الإنسان معوق، وهي في ده نظم هم لموا ستة يعني لف كيف يكونوا نداء لهم يكون قوي وهدفهم يكون وايد عن التطور وحفاظة والضمانة عن الإنسان معوق، يعني يكون يلقى حقوقه
وريتا إذا هنا اشتركنا في تأسيس أنا الجمهورية الرابعة، الجمهورية الرابعة اللي شيلة يعني مطالباتنا أنا المعوقين، بإذا أننا اشتركنا ولقينا فرصة أننا زلنا يعني قدمنا مطالباتنا. اللي أنتو مكان يعني للمعوقين هم ذاتها في التقرير في يعني في يشيلوا قرارات في أن الدولة ده معوقين ذاتها يعني يقدروا هم كل يشتركون فوقها. وثانيا يعني خليا انتم مكان يعني معوقين كل يترشحوا في برلمان. وثالث سلامنا خليا يقدر يوقفوا للموافقة على الأمم المتحدة على الإنسان معوق ده هم ذاته خليه ينفذوا لنا. سوى تنفيذ أنا قانون 007 أنا الحفاظة أنا إنسان معوق في الجاد. وثانيا خلي إدارة حقنا أنا المعوقين ده ألقاه في وزارة أنا الشؤون الاجتماعية ده خلي أولي لنا في وزارة أنا العدالة. عقد الرئيس الوطني لحزب المناضلين من أجل الوحدة والتنمية خليل عثمان مؤتمرا صحفيا أكد فيه خروج الحزب من جبهة المعارضة الجديدة من أجل التناوب والتغيير. عرجون محمد أحمد. يجيء هذا المؤتمر الصحفي الرئيس الوطني لحزب المناضلين من أجل الوحدة والتنمية PMED وذلك حول خروج الحزب من جبهة المعارضة الجديدة من أجل التناوب والتغيير فوناب. والسبب الرئيسي تعارض الرؤى السياسية للحزب مع المعارضة. نحن حزب المناضلين من أجل الوحدة والتنمية باعتبارنا مؤسسين من مؤسسين هذه الجبهة، ويشغل رئيس الحزب منصب المقرر العام النائب، قررنا الآتي: واحد، تأكيد مشاركتنا في المنتدى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة. اثنين، الاستعداد الكامل للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. ثلاثة، وفي الأخير، خروج حزبنا وإخلاء طرفه من جبهة المعارضة الجديدة من أجل التناوب والتغيير فوناك البالية. مؤكدا رئيس الحزب بأن بلادنا تشاد منذ العام 1960 مرت بالعديد من الأزمات السياسية والديمقراطية، لكن منذ حلول ديسمبر 1990 حبت رياح الحرية والديمقراطية التي جاء بها مؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ. أن أكبر إنجاز حققه شعبنا التشادي طوال هذه الفترة هو الديمقراطية منذ ديسمبر عام 1990، وكذلك قيام المؤتمر الوطني المستقل عام 1993، والاستفتاء العام على الدستور، وإجراء أول انتخابات ديمقراطية عام 1996، وكذلك المنتدى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة وإعلان الجمهورية الرابعة في مارس عام 2018 العام الحالي. وفي نهاية المؤتمر الصحفي طرحت أسئلة واستفسارات من قبل ممثلي وسائل الإعلام العامة والخاصة، ورد عليها رئيس الحزب خليل علي عثمان بكل وضوح وشفافية، لأن التطلع إلى المستقبل أمرا يخص الجميع. شهدت الدائرة الثامنة حفل تكوين المكتب الفرعي لأعضاء اتحاد الجمعيات الوطنية من أجل الوحدة والتضامن. المناسبة رأسها رئيس الاتحاد أحمد بشير محمد بحضور عدد من الشخصيات والمدعوين. بحر الدين عبد الشافي الدود. تأتي الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي يمارسها اتحاد الجمعيات المدنية من أجل الوحدة والتضامن في إطار التوعية الشاملة وتعبئة الجماهير من أجل بناء الوطن ووحدة الصف والتسامح والتعايش السلمي. ومن خلال ذلك تم تكوين المكتب الفرعي الجديد البالغ عددهم 10 أشخاص يمثلون اتحاد الجمعيات الوطنية. كما قدم الحاضرون خطابات عديدة تناولوا فيها الأهداف الضرورية التي تخدم الوطن والمواطنين.
تبقى الإشارة فإن أعضاء المكتب سيواصلون أعمالهم التوعوية لتكوين المكاتب الفرعية بدوائر العاصمة أنجمينا. نظمت حملة إقراء أمسية تدريبية في مهارات القراءة، وذلك ضمن أنشطتها التي تعد تمهيدا لليوم العالمي لكتاب الرأي الذي يحتفل به في 23 من أبريل الجاري. الحسين النور يوسف والمزيد من التفاصيل. ضمن أنشطتها الثقافية التي تقوم بها حملة إقراء في موسمها الرابع تمهيدا لليوم العالمي للكتاب الذي يصادف 23 من أبريل من كل عام، نظمت الحملة أمسية تدريبية في مهارات القراءة. احتوت الأمسية 3 محاور أساسية. المحور الأول تناول كيف نجعل القراءة عادة، حيث أرد من خلاله الأستاذ عبد الماجد محمد حسن البنود الأساسية التي ما إذا طبقها الإنسان حتى يجعل من القراءة عادة، وأهمها ضرورة جعل القراءة كالمأكل والمشرب في حياتنا اليومية والبحث عن البيئة الملائمة لها. أما المحور الثاني فبين فيه الأستاذ آدم عطية كيفية تلخيص الكتاب، مسردا الخطوات التي يتبعها الفرد في تلخيص كتابه، موضحا بأن هذه الميزة تفيد القارئ في الفهم العميق للكتاب وكذا التقليل من الوقت والجهد. أما المحور الأخير من الأمسية فأوضح من خلاله الأستاذ محمد الحافظ عبد الله تقنيات القراءة السريعة، مبينا بأن القراءة السريعة تنمي مهارة الاستيعاب لدى الفرد وكذا تجدد معلوماته من وقت لآخر. وانتهت الأمسية التدريبية باستفسارات من بعض الحضور ورد عليها المعنيون. ونعيد إلى الأذهان بأن هذه الأمسية تعد ضمن الحملات التوعوية المكثفة التي تقوم بها حملة إقرأ هذه الأيام. قام وفد من وزارة البيئة المياه والصيد بزيارة تفقدية لصهاريج بين مار ودنماج. تفاصيل مع ديغا محمد الحاج. بهدف توفير المياه الصالحة للشرب والحفاظ على النظافة، قام مشروع الألفية للتنمية الخاصة في مياه الشرب والصرف الصحي ببناء صهريجين عبر وزارة البيئة والمياه والصيد في مركز إداري بينمار الذي يبعد بخمسين كيلومترا من مدينة مندو، وكذلك مركز إداري دنماجي الواقع بإقليم الشرق الأوسط يبعد من مدينة أسار بمئة كيلومتر. أما بالنسبة لمنسق المشروع فقد أوضح عن الهدف من زيارة الفريق الفني للصهريج. الأماكن ده كله كي قدمه بطريقة أديلة، لكن كل الخدمة ده شيء كي ملاحظات دقاق فيه، لكن من اللي جينا في المجال المياه ده كل شيء ماشي عدل. وبعيد الزيارة التفقدية التي أجراها أعضاء الاتحاد الأوروبي برفقة فنيين الوزارة في المنطقتين لمعرفة الإشكاليات والإنجازات للمشروع قبل التدشين الرسمي للصهاريج والحمامات العامة، كما هو في حديث المدير المسؤول عن المياه لدى الوزارة. مساجة نريد الشعب دار نقول أصلا حكومة جابة ألمي، حكومة جابة ألمي ده اللي يشربوا ألمي أنا الأصلا أنا التيودة بس كم يجيب بطن يورو لا المدى ما ندرو ولا وصوات المدى خالي ما نقدر ده، لأن هسا أمراض كتير نصل اللي يشربوا في المي أنا الراحت كل قاعد أنا بيار المدى كله كي ما بروبر. هذا ونذكر بأن صهريج بين مار الذي شيد منذ عام 1999 فقد تم ترميمه فقط، عكسا عن صهريج منطقة دنماجي، وأن كلاهما يسعى لمئة متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، وهناك 44 حمامات عامة في كلا المنطقتين. أطلق اليوم حاكم إقليم البطحاء علي آدم عبد الله حملة التطعيم ضد مرض طاعون الأغنام، وذلك بمركز إداري كونجرو. محمد طاهر جبريل الحر. تمضي الحكومة وشركاؤها في التنمية في جهود السعي من أجل استئصال مرض طاعون الأغنام بالبلاد. في إقليم البطحاء تم هذه المرة اختيار مركز إداري كونجرو لإطلاق هذه الحملة التي ستستمر 45 يوما. رئيس مركز إداري كونجرو إدريس سليمان بويمي ذكر في خطابه الميزات التي تتمتع بها كونجرو والتي جعلتها سلة غذاء الإقليم من حيث
الثروة الحيوانية وقد الزراعة، طالبا من الرعاة الحفاظ على هذه المكانة من خلال تقديم أغنامهم إلى التطعيم. أما المندوب الإقليمي للتنمية الريفية بالبطحة يوسف خميس أرامي فأوضح أن عملية التطعيم هذه إجبارية ومطلوب دفعه 10 ريال فقط في الرأس الواحد، وقال إن نحو 280 ألف لقاحا تم منحها للمندوبية في هذه الحملة. هذه الحملات المتكررة التي تنظمها وزارة الثروة الحيوانية بتمويل من البنك الدولي عبر المشروع الإقليمي لدعم الرعي في ساحل برابس تهدف إلى استئصال مرض طاعون الأغنام من تشاد في العام 2021. لذا دعا حاكم إقليم البطحة علي آدم عبد الله لدى إطلاقه للحملة أصحاب الثروة الحيوانية بالإقليم للتجاوب مع الحملة وتسهيل عمل فرق التطعيم، وبين الحاكم السياسات المتبعة من قبل الحكومة فيما يخص تنمية الثروة الحيوانية التي تعد أحد ركيزتي الاقتصاد الوطني التشادي. ونبقى بإقليم البطحة حيث شهدت قرية البطل بكانتون جعادنة حفل تخريج عدد من حفاظ كتاب الله العديد، وذلك من خلوة ابن نافع. المناسبة الدينية رأسها الأمين العام لإقليم البطحة كودي دانيكي محمد طاهر الجليل الحر للمرة الثانية. 13 حافظا يستلمون شهادات حفظ القرآن الكريم وتجويده برواية ورش عن نافع، وذلك بعد أن درسوا لمدة 4 سنوات هنا في خلوة الإمام نافع الواقعة بكانتون جعتني في مركز إداري الجضعة وادي ريما. المناسبة التي ترأسها الأمين العام لإقليم البطحة كودي دانيكي شهدت العديد من الخطابات وتقديم نماذج من التلاوة القرآنية العطرة. المتحدثون ركزوا على تبيين ما ورد في فضل كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مهنئين من وفق على حفظه وتجويده. مدير الخلوة الشيخ عبد الجبار عباس بعد أن شكر الله على توفيق الخلوة لتخريج هذه الدفعة الأولى من الحفظة عدد بعض الاحتياجات والتي تتمثل في الحاجة إلى بناء سور حول الخلوة وكذا صهريج للمياه، وطلب الشيخ من آباء التلاميذ مدهم بالمواد الغذائية بكميات كافية، وإلى رواد عمل الخير أن يسهموا معهم في تطوير هذه الخلوة. رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع إقليم البطحاء الشيخ أحمد خالد منوفي تطرق في خطابه إلى مسائل عدة تتعلق بتنظيم عمل الخلاوي. الكلمة الرسمية التي قدمها الأمين العام لإقليم البطحة كودي دانيكي باسم الحاكم جاء فيها أن بناء الخلاوي في الإقليم يضمن التحكم في عملية تعليم وتعلم القرآن وعلومه على المنهج الوسطي الصحيح بعيدا عن غسل الأدمغة بالأفكار المتشددة الهدامة. ووعد الأمين العام لإقليم البطحة بإيصال مطالب مدير الخلوة إلى الجهات المختصة لإيجاد دعم حتى تتمكن الخلوة من أداء رسالتها النبيلة. رياضيا، انطلقت مؤخرا بدولة تونس فعاليات البطولة الأفريقية للجيدو النسخة 39 والتي أشرف عليها التشادي أبو بكر جرمة المدير الرياضي للاتحاد الأفريقي للجيدو آدم حسن المكاوي. تنظيم البطولة الأفريقية للجيدو في دورتها 39 بتونس والتي احتوت 202 لاعبا ولاعبة برياضة الجودو من 23 دولة في تونس، هو التحدي الكبير الذي واجه المدير الرياضي للاتحاد الافريقي للجودو التشادي أبو بكر جرمة المكلف بالتنظيم الفني لهذه البطولة. عزيمة وتعهد جرمة بالربح في الرهان بمعية رفاقه من الاتحاد الافريقي للجودو والكونفدرالية الدولية للجودو وبتنسيق مع رئيس الفدرالية التونسية للجودو حشيش إسكندر ومدير الحكام وبعض الفنيين استطاعوا أن يرتقوا بمستوى بطولة الجودو إلى مستوى عالي. نجاح لم يأتي من فرق وإنما سبقته خطوات جيدة عبدت الطريق لهذا النجاح، بدءا بمراقبة ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة للرياضيين وفقا لبيانات جواز السفر
واعتماد نظام القرعة الإلكترونية في توزيع المواجهات أمام الجمع، وأخيرا وزن اللاعبين مرتين للتأكد من الوزن الفعلي للمنافسين في مختلف الأوزان، ومراقبة ميدان القتال وأجهزة رصد الحركة القتالي. بطولة الإفريقية يعني 39، فأولا كان حاولوا أن التنظيم يكون محكم لأجل إعطاء فرصة ليكون هناك أبطال أفارقة في المستوى الجيد ومستوى العالمي. شهادة إداري الاتحاد الإفريقي للجودو التي استخلصوها من العمل مع بكر جرما بأن تشادينا لو توفرت لهم الإمكانيات اللازمة لاستطاعوا أن يقدموا الكثير، هكذا قيل في حقنا نحن تشاديون. بهذا الخبر الرياضي من تونس ننهي معكم هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.